الجديد في المشهد بالقرب من ميدان النهضه، انت الان موجوده في ميدان الجيزه. هناك اشتباكات بين انصار المخلوع محمد مرسي ممن تركوا الاعتصام في اعتصام ميدان النهضه، واشتباكات بين معارضي الرئيس المخلوع. طبعا اشاهد الان اعمده كثيفه من الدخان امامي، وهناك عدد كبير من المصابين نتيجه لتراشق بزوجات المولوتوف من جانب انصار المخلوع. الاسعاف تحاول ان تنجز وان تنقل عدد كبير من المصابين. تم الاعتداء منذ قليل على قوات الشرطه الموجوده، تم رشقها بالحجاره من جانب انصار المخلوع. الحركه تقريبا متوقفه، يعني المره في الشوارع قليلين جدا الا الاشتباكات بين انصار ومؤيدي الرئيس المخلوع. هل في هذا المكان في تواجد للشرطه ما زال يا ولاء، ولا يعني المواجهه اصبحت ما بين المؤيدين والمعارضين فقط؟ هناك تواجد